سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع امبارح تابع فيه تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. وجه سيادة الرئيس بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي، وده من أجل استيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي في هذه المنطقة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية، موجها سيادته بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتا الجديدة، ونظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المينيا وبني سويف، وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم. مشروع مهم جدا بيعتبر قاطرة مصر الزراعية، واحنا بنتكلم عن مشروع مستقبل مصر، ده بيعتبر جزء زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة من مشروع الدلتا الجديدة. مساحته قد ايه؟ مساحته 1,050,000 فدان من اجمالي مساحة الدلتا الجديدة اللي هي قد ايه؟ 2,200,000 فدان. طبعا مساحة كبيرة جدا واحتاجت تكلفة كبيرة جدا عشان نعملها، وصلت لحد دلوقتي 8 مليار جنيه. ليه 8 مليار جنيه؟ في تخطيط للطرق الداخلية، وزي ما تابعنا من خلال هذا التقرير، في حفر الآبار، في شبكة مياه، في شبكتين للكهرباء وربطها بالشبكة الكبرى للدلتا الجديدة، في مباني إدارية، في مجمعات صناعية كمان، ودي حاجة مهمة جدا عشان بيخرج من هناك منتج جاهز، مش عشان مسألة التصدير أو حتى للاستهلاك المحلي، فهو اللي خارج من هذه المنطقة بيعتبر منتج جاهز. البداية كانت إمتى؟ كانت صحراء في 2017، ودي كانت بداية الفكرة في 2017، يعني بنتكلم من 5 سنين، كانت عبارة عن صحراء، كانت أرض فاضية ما فيهاش أي حاجة. وجه الرئيس بدراسة إن إحنا نعمل مشروع، لأن إحنا دلوقتي بقينا بنواجه التغيرات المناخية اللي بتأثر على المحاصيل الزراعية وبتأثر على جودة الأرض وغيرها، وقبلها كان طبعا البنى على الأراضي الزراعية والفترة اللي كانت الناس بتبني وبتبور أراضي زراعية عشان تبيعها لأن هي مباني وكده، فده مع ده خلى عندنا عجز في الانتاج الزراعي، فكان لابد من التوجه إلى الصحراء. والمشروعات دي مشروعات بالمناسبة مكلفة جدا، لكن ده الحل الوحيد اللي قدامنا عشان ما نستوردش محاصيل زراعية. في 2017 زي ما قلت لحضراتكم الرئيس قال احنا عايزين نعمل مشروع زراعي، اجتمع المسؤولين وبدأوا يفكروا في اختيار المكان المناسب، ودي حاجة من أهم عوامل نجاح أي مشروع، اختيار المكان المناسب لهذا المشروع. تم اختيار هذا المكان، وطبعا اتعمل عليه أبحاث من مركز البحوث الزراعية عشان نشوف التربة صالحة للزراعة ولا لا. احنا مش هنروح نزرع ونجرب وننقل ونخاطر وندفع فلوس قد كده وفي الآخر ممكن يكون المكان غير صالح للزراعة أو حتى إنتاجية الأرض مش كويسة، لا اتعمل عليها أبحاث كتيرة جدا من مركز البحوث الزراعية. الأصناف اللي بتتزرع هناك تم استنباط أصناف جديدة تصلح للزراعة في هذه المنطقة، ففي مجهود كبير جدا اتعمل عشان يوصل المشروع في 21/5 من هذا العام ساعة ما الرئيس افتتحه لمشروع قومي عملاق، زارعين فيه كل حاجة، زارعين فيه بنجر وزارعين فيه قمح وفراولة وموالح، حتى الموالح أشجار الموالح كانت 10,000 شجرة، خططنا ان احنا نزودهم وبالفعل وصلوا ل 17,000 شجره من شجر الموالح. ده موفر فرص عمل قد ايه؟ موفر 10,000 فرصه عمل مباشره و 360,000 فرصه عمل غير مباشره. مشروع طبعا
زي ما اقول لحضراتكم مشروع مهم، وده اللي خلانا مستعدين الفترة اللي فاتت وخلانا جاهزين وعندنا احتياطي يكفينا 6 شهور من المنتجات الزراعية. وقت أزمة فيروس كورونا ما كانش عندنا أزمة في أي محصول، ما كانش عندنا أزمة في أي نوع من أنواع الخضروات، وكانت موجودة وكانت بسعرها الحمد لله في ظل أن دول كتيرة كان عندها أزمة في هذا الموضوع. الرئيس كمان اتكلم امبارح في الاجتماع عن مجمع اللاهون للصوب الزراعية اللي موجود فين؟ اللي موجود في الفيوم. المجمع اللاهون ده على فكرة، أو احنا عندنا مشروع قومي بالمناسبة، مشروع كبير كمان زراعة 100,000 صوبة زراعية. ده جزء صغير من هذا المشروع، بنتكلم في 15,000 فدان مزروعين في هذه المنطقة. والرئيس هو بيفتتح مشروع مستقبل مصر اتكلم عن مجمع اللاهون وقال قد ايه هذا المجمع مهم، قد ايه طبعا الزراعة بالصوب بتخرج منتج زراعي جيد، ادي اول حاجه، في غير موسمه، بتقلل نسبه استهلاك الميه بنسبه 50% او ما يزيد كمان، زائد ان انا عندي انتاجيه اعلى من الفدان العادي. يعني احنا لو هنتكلم في ان احنا المشروع بنتكلم في 100,000 فدان، فانتاجيتهم بعد ما يكتمل هذا المشروع هتوصل لقد ايه؟ كانهم انتاجيه 1,000,000 فدان من الفدادين العاديه والارض العاديه اللي تتزرع عادي. في نقطه بقى غايه في الاهميه، هي فرص العمل في هذه المشروعات. الرئيس أشار لنقطة مهمة جدا وقت افتتاح مشروع مستقبل مصر، وتحديدا هو بيتكلم عن مشروع الصوب الزراعية، وقال إنه من 40-50 سنة الدولة كانت قادرة إن هي توظف كل الناس الموجودين، والدي ووالدك والناس اللي دلوقتي ربنا يديهم الصحة طول العمر عندهم 60-70 سنة، لفترة من الفترات أول ما تخرجوا كانوا بيخرجوا يلاقوا الوظيفة مستنياه. لكن دلوقتي نجيب منين نوظف 1,000,000 شخص كل سنة؟ ده صعب جدا. ودي كانت إشارة لأن الناس تبتدي تتحرك وتشتغل. وزارة الزراعة اتحركت وعملت مبادرات زراعية مهمة جدا لتمويل الشباب لعمل مثل هذه المشروعات، لعمل الصوب الزراعية عالية الإنتاجية بقروض ميسرة في السداد. وده من أجل في النهاية أنه هو هيفيد البلد، لأنه هيزود طبعا من الإنتاج الزراعي، وفي نفس الوقت هيكون عنده مصدر للدخل. دلوقتي هنروح مرة تانية للميا عشان نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. تفضلي للميا. شكرا لك يا شاذلي. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البيع فيه 19.70 والشراء 19.63. اليورو سعر البيع فيه 19.10 والشراء 19.2%. جنيه استرليني سعر البيع فيه 21.74 والشراء 21.65. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.77 والشراء 19.69. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.74 والشراء 2.73. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.24 والشراء 5.22. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.48 والشراء 63.22. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.36 جنيه والشراء 5.34 جنيه. ومن أسعار العملات الرسمية لحد متوسط أسعار الذهب، هنشوف النهاردة أسعار واصلة لفين. عيار 18 النهاردة سعر السوق 960 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1,120 جنيه للجرام، عيار 24 1,280 جنيه للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8,960 جنيه. ونرجع مرة تانية لشاذلي نكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكراً يا لمي. كان في مجموعة كبيرة الحقيقة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي منها الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. تم خلال هذا الاجتماع الموافقة على مشروع قانون بيسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب، كمان الموافقة على مشروع قانون بيجيز تقنين الأوضاع والتصالح ببعض مخالفات البناء. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واللي تم خلاله الموافقة على مشروع قانون يمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بخصوص استيراد السيارات. مشروع القانون بينص على إنه من حق المصري اللي ليه إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، ويتم استرداد المبلغ النقدي اللي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاستيراد.
امبارح برضو وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. مشروع القانون أجاز تقنين هذه الأوضاع في الأعمال اللي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وأيضاً في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة واللي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. امبارح شهد الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي استعراض جانب من الاستعدادات اللي بتتم لعقد المؤتمر الاقتصادي في الفترة من 23 ولحد 25 أكتوبر. قال رئيس الوزراء إن المؤتمر الاقتصادي بيعتبر منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر بهدف صياغة خريطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. البروتوكول بيستهدف تعزيز التعاون والتنسيق لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وخلق مناخ استثماري جيد بما يخدم الاقتصاد الوطني. الخبر بتاع السماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة موافاة من الجمارك ومن ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة خبر مهم جدا للناس اللي عايشة بره، لأنه كان كل الناس بيبقى عندهم عربيات بره بيبقى نفسهم ان هم يجيبوا عربياتهم هنا في مصر، لكن طبعا كانوا بيلاقوا ان تكلفة الجمارك والضرائب اللي هيدفعوها بتصل في النهاية الى نفس تكلفة العربية هنا او نفس سعر العربية في مصر، فيقول انا ليه ادخل نفسي في اجراءات وحاجات من دي وفي النهاية نفس السعر او نفس التكلفة موجودة في مصر. لكن دلوقتي مع هذا القانون حاجة كويسة جدا بالنسبة للناس اللي عايشة بره. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا من خلال التقرير، احنا هنشتري العربية، الناس اللي عايشة بره هتشتري العربية بتمنها بره، تمام؟ هتيجي هنا من المفترض ان في ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة والجمارك اللي بتدفع على العربية مبلغ معين وليكن 10 قروش. من المفترض ان هو كان هيدفع ال 10 قروش دلوقتي، لكن دلوقتي اللي هيحصل ايه؟ انه هيدفع ال 10 قروش دول هيدفعهم في حساب تابع لوزارة المالية بالعملة الأجنبية بالدولار، وبعد 5 سنين هيسترد نفس المبلغ تاني كامل زي ما هو بالظبط. فيبقى انت كده في النهاية الدولة استفادت من وجود احتياطي من النقد الأجنبي، وفي نفس الوقت انت كمواطن الناس اللي كانت عايشة بره استفاد، لأنه نزل عربية بسعرها بره مش بسعرها هنا، وتماما معفية من الجمارك ومن الضريبة، وفي مجموعة من الشروط كمان. يعني طبعا السوق كمان استفاد بالمناسبة، لأن سعر السيارات هيختلف لأن في عربيات جديدة دخلت للسوق. الشروط ايه؟ انه يكون اقل حاجة لازم يكون عنده 16 سنة، لازم يكون عنده حساب بنكي مفتوح بره، يعني ما يقلش عن 3 شهور فاتح هذا الحساب في الخارج. حتى الشرط اللي كان شرط بيعتبر تعجيزي شوية، ان لازم يكون مالك اول السيارة، لا الحكومة تنازلت عن هذا الامر، عادي مش ممكن مش لازم تكون مالك اول السيارة، لكن في شرط بان السياره ما يكونش عدى على انتاجها 3 سنين. يعني احنا في 22 دلوقتي، تكون السياره مثلا اقل حاجه انتاج 2020، ما ينفعش 2019، ودي برضو نقطه مهمه جدا. يكون عندك 16 سنه زي ما قلت لحضراتكم، بتقدم على الاوراق بتاعتك وبتبتدي تشوف الحسابات، بتشوف نوع العربيه اللي انت عايز تستوردها من الخارج، بتقدم كل التفاصيل وكل الاوراق المطلوبه منك. طبعا بتحصل بتقدم طبعا الفلوس، بتودع الفلوس في الحساب زي ما قلت لحضراتكم، الحساب تابع وزاره الماليه، وبتسترده بعد 5 سنوات بالظبط، لكن بدون فايده. يعني انت اللي انت هتحطه دلوقتي هو اللي هتاخده بالظبط بعد 5 سنوات. فبيدوك مهله 4 شهور ان انت تجهز هذا المبلغ وتحطه في حساب وزاره الماليه، ويديك الموافقه الاستيراديه. انت كده بقت معاك الموافقه الاستيراديه، في اي وقت انت عايز تستورد العربيه بتستوردها. هل الدنيا مفتوحه؟ لا، خلال سنه هذه الموافقه صالحه معاك لمده سنه ان انت تستورد بيها عربيه. طب لو ما حصلش وما استوردتش عربيه، ترجع تاني تسترد المبلغ بتاعك وكأن شيئا لم يكن. دي نقطه طبعا مهمه جدا كنت عايز اتكلم فيها مع حضراتكم. دلوقتي هنروح نشوف جوله المحافظات والاخبار والاحداث اللي حصلت في المحافظات المختلفه، واللي منها نجاح اول عمليه لزراعه القوقعه في صعيد مصر بمستشفى الكرنك الدولي في الاقصر لطفله عمرها 6 سنوات. كمان محافظة الدهلية بتحتل المركز الأول في توريد الأرز الشعير بإجمالي 23,000 طن، وفي الوادي الجديد تم تمويل 66 مشروع ضمن مبادرة مشروعك، وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة. البداية من الأقصر اللي تم فيها نجاح أول زراعة قوقعة في صعيد مصر بمستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
العملية تمت لطفلة عمرها 6 سنين بعد تجهيزها وإجراء الفحوصات والإجراءات اللازمة ليها. في الدقهلية أعلن السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين إن محافظة الدقهلية بتحتل المرتبة الأولى في توريد الرز الشعير موسم 2022، وقال إن إجمالي ما تم توريده من الرز للجهات المسوقة منذ بداية التوريد بلغ 23012 طن و750 كيلو جرام. في أسوان أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان إن الجامعة حافظت على الصدارة في المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعاً حتى الآن على مستوى جامعات مصر، ومن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وفقاً لتصنيف تايمز هاير إديوكيشن. في المنيا أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة إن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية نزل التونة التابعة لمركز ملاوي، وتم الكشف الطبي على 1814 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان. في المنوفية وقع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور بكري عثمان رئيس جامعة السودان العالمية مذكرة تفاهم لتطوير علاقات التعاون والبرامج المشتركة في الدراسة والتدريب الطلابي. في بني سويف أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف حصول الدكتور شريف رجب محمد العريض الأستاذ المساعد بقسم المحاصيل كلية الزراعة على جائزة أفضل بوستر علمي في المؤتمر الدولي الثاني لبحوث القمح المنعقد بالعاصمة الصينية بكين. في سوهاج قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتوصيل 850 وسطة مياه نقية خلال عام المجتمع المدني داخل قرى ومراكز محافظة سوهاج. في الشرقية أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بالزقازيق إنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة طريق مقابر شيبة الرابط بين طريق ميت غمر الزقازيق وجامعة الأزهر بطول 950 متر وبتكلفة 4,500,000 جنيه، وده علشان استيعاب حركة السيارات وتفادي وقوع أي حوادث مرورية. في الوادي الجديد أعلن المحافظ اللواء محمد الزملوط إن إجمالي عدد المشروعات اللي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية مشروعك خلال شهر سبتمبر اللي فات بلغ 60 مشروع بتكلفة 8.6 مليون جنيه، والمشروعات دي وفرت 125 فرصة عمل لأبناء المحافظة.